قناة أغورا شانيل الثقافية. تتميز المملكة المغربية بطابع موسيقي مختلف عن باقي الدول، حيث يعود تاريخ الموسيقى فيها إلى العصور القديمة، ومن أهمها الموسيقى الشعبية. تتميز الموسيقى الشعبية المغربية بالألحان والإيقاعات الراقصة والحماسية، وتعد من أهم أساليب التعبير عن الهوية الوطنية، ومن أهم الأنماط الموسيقية المغربية الموسيقى الأندلسية والغرناطي، موسيقى الملحون، قناوة، أحواش وأحيدوس، الطقطقة الجبلية، فن العيطة، والموسيقى الحسانية، دون أن ننسى موسيقى الدقة المراكشية التي سنخصص لها هذه الحلقة. انتقل فن الدقة المراكشية من تارودانت إلى مراكش إبان عهد الدولة السعدية، وكان أول احتفال يقوم به المراكشيون هو الاحتفال بعاشوراء للاحتفاء برجال مراكش السبعة الصالحين، وهم القاضي عياد، الإمام الجزولي، الإمام السهيلي، سيدي يوسف بن علي، سيدي عبد العزيز التباع، سيدي عبد الرحمن الغزواني، وأبو العباس السبتي، وأصبحت منذ ذلك الحين عادة سنوية. تتكون فرقة الدقة المراكشية أو الدقيقية من 20 إلى 40 فرداً، ينتمون غالباً إلى أسر الصناع التقليديين. يقود فرقة الدقة المراكشية عازف القراقب، وهو المقدم الذي ينتقل بين العازفين لضبط الإيقاع. يعتمد الموسيقيون على الطارج والبندير عدد واحد والقراقب عدد واحد، والدقة المراكشية هي عبارة عن حضرة صوفية تبدأ بعد صلاة العشاء وتستمر للفجر، تمارس داخل أحياء مراكش العتيقة لتخليد يوم عاشوراء. كانت الوصلة الواحدة تبدأ بالحركة البطيئة بعد صلاة العشاء وتنتهي بالحركة السريعة قبيل صلاة الفجر. وعندما يحين وقت نهاية الاحتفالية، يقوم المقدم بإعطاء إشارة للدقيقية للاستعداد لإنهاء الفرجة. وتتنافس كل الأحياء من سينجح في تأدية الطقس بالشكل المطلوب، سواء من ناحية ضبط العيط أو بالإيقاع أو الأنغام. بعد الانتهاء من زيارة القبور في يوم عاشوراء، يأخذ رواد الدقة المراكشية ليلتين أو ثلاثة للراحة، ليقوموا بعد ذلك بتنظيم ما يعرف بالنزاهة، ويتم جمع مساهمات مالية من الساكنة مع تبريكات عاشوراء. يقوم مقدم فرقة الدقة المراكشية باقتناء ذبيحة وكل ما تحتاجه النزاهة بالمال الذي جمعه الأطفال والشباب. وتكون فئة الطلبة والفقهاء الذين يدرسون الأطفال أول المدعوين للنزاهة في يومها الأول. وفي اليوم الثاني يحضر الشباب والأطفال الصغار رفقة فرقة الدقة ويتم إكرامهم جميعا.
للأسف اندثرت هذه الطقوس في أيامنا هاته بسبب عدم توفر أماكن تصلح للنزهة والاستجمام بسبب انتشار العمران على حساب الفضاءات الخضراء بمراكش. مما دفع المراكشيين للبحث عن فضاءات لقضاء النزهة خارج مراكش.